أخيرا سمع قطاع الحمامات في واحد المنبر اللي كنا كنطمحوا بأنه باش يوصلوا ليه مشاكل ديال القطاع على لسان السيد رميد اللي تطرق أخيرا لقطاع الحمامات، ولكن هاد المداخلة ديال السيد رميد حنا كحرفيين أبانت لنا على أن الملف تطرق إليه بطريقة سطحية غير معمقة، لأن الملف ديال قطاع الحمامات راه سنوات هو مطروح على طاولة المسؤولين. سي رميد تدخل في الشق الاجتماعي ديال قطاع الحمامات، علاقة الحمامات بالشغيلة، والشغيلة اللي غيكون لها واحد الدعم. هنا السؤال اللي عندنا بغينا نطرحه للسي رميد هو المعطيات اللي غيبني عليها في هذا الدعم وفي تصنيف الشغيلة، حيث الشغيلة في قطاع الحمامات راها واحد الشغيلة نقدروا نقولوا خاصة. كاينة شغيلة اللي نقولوا عليها أنها شغيلة كتشتغل مباشرة مع رب الحمام، وكاينة شغيلة اللي هي متعاونة في قطاع الحمامات لا تربطها علاقة شغل برب الحمام، بأنها كتاخذ إكرامية ديالها ولا كتاخذ واجبة ديالها مباشرة من عند المستحم، في حين أن رب الحمام كيهيئ الفضاء وكيهيئ آليات العمل لهاد الشغيلة. ونمشيو لواحد الطرح اخر بان الشغيله في الوقفات ديالها ما كانش كتصرح بواحد المطالع بالرب الحمام، اكثر ما هي كانت كتصرح بان باب الحمام خاصو يتفتح، ناهيك على ان الحمام راها مؤسسه، راها واحد قطاع خاص. رب الحمام عنده الحق باش يستأنف العمل، ولا ما يستأنفوش، ولا هذا في غياب واحد الطرح اللي غادي يحمي رب الحمام ويحمي الطبقه اللي كتشتغل في القطاع. هنا السؤال اللي عندنا حنا كجمعيه واللي ناضلنا فيه كثير، وانا كيفاش غنصنفوا وكيفاش غيتم الاحصاء ديال هاد الشغيله، وكيفاش المعطيات اللي غنتعاملوا معاها في هاد الطرح، كيفاش غدعم سير كيل باز، على اي اساس، واس اساس الحد ادنى الاجور اللي هاد الشغيله لحد الان ما كتشتغلش في هاد السقف ديال حدنا الاجور، ما داخليش مدونه شغل، ما داخليش اي مدونه، ان الناس اللي طالبوا بالتعويض ديالهم ما عرفش اي خانه ندخلوهم، ولو ان غندخلوهم في خانه ديال العمال الاجتماعيين كما قال سيدنا الله ينصرو، راه ما كتكونش عندهم واحد العلاقه شغل مباشره مع رب العمل.